جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع عاطف حسن العوض، يسأل أيضا عن القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، ما حكمه جزاكم الله خيرا؟ حكمه عند جمهور أهل العلم أنه بدعة إلا في النوازل. في النوازل إذا حصل بالمسلمين نازلة كمحاصرة عدو أو خطر داهم المسلمين فإنهم يقنطون في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض حتى يرفع الله ما بهم. والقنوت هو الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة في النوازل. أما القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة فهذا نص أهل العلم على أنه لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر محدث. وأما رواية ما زال يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا فالمراد بالقنوت هنا طول القيام، كان يطيل القيام في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. في صلاة الفجر لا شك أنها يقال فيها القيام والقراءة، قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والقنوت له عدة معاني، ذكر أهل العلم أن له 10 معاني منها طول القيام. المراد بالقنوت في صلاة الفجر والذي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا هو طول القيام فيها وإطالة القراءة، هذا هو المشروع.